مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذه الساعة التحليلية من غرفة الأخبار التي نقدمها لكم مباشرة من قناة ميدي أن تي في في طنجة. اختارت الدول الديمقراطية مبكرا أن تتبنى منهجية الحوار الاجتماعي، وهو حوار ثلاثي الأطراف يضم كلا من الحكومة والنقابات وأرباب العمل. في المغرب وبقرار من الملك الراحل الحسن الثاني بدأ هذا التقليد الديمقراطي يتأسس في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي. لكن هذا الحوار الاجتماعي لم يتمأسس إلا بظهور مدونة الشغل التي نصت على المفاوضة الجماعية في إطار عدد من المجالس واللجان الوطنية والجهوية. جاءت حكومة عبد الإله بن كيران فوجدت تقليدا سياسيا وأرضية دستورية وقانونية تؤطر هذا الخيار الديمقراطي، فكيف وظفت كل ذلك في تدبير علاقاتها مع الفرقاء الاجتماعيين؟ ألم تخرج النقابات في كل مرة خاوية الوفاض من جولات الحوار الاجتماعي؟ هل توفرت في تلك الجولات شروط النجاح؟ ألم تكن مجرد جلسات للدردشة والتشاور؟ ألا تخاطر الحكومة عند استخفافها بمطالب النقابات بالسلم الاجتماعي للبلاد؟ لكن في المقابل، ما الذي يلزم الحكومة من الناحية القانونية بالاستجابة لمطالب المركزيات النقابية؟ أما تقنع تلك النقابات بما حققته الحكومة من حصيلة اجتماعية؟ هل كانت مطالب النقابات بريئة مبرأة من المزايدات السياسية؟ ألم تكن بعيدة عن الموضوعية والواقعية في الكثير من الأحيان؟ أسئلة وغيرها أطرحها على ضيوف الكرام. خليل بن سامي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرحبا بك أستاذي. شكرا. وسينضم معنا من مكتبنا في الرباط عبر الأقمار الاصطناعية جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة، وعبر الهاتف سيكون معنا أيضا عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. لعلي أبدأ معكم أستاذ خليل بن سامي، أنتم عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كنتم تنوون تنظيم مسيرة في إطار تحالف الخماسي مع النقابات، مسيرة وطنية بطريق السيار يوم الأحد المقبل بمشاركة نقابيين من تونس وفرنسا وإسبانيا. ما الذي جعلكم تلغون أو على الأقل تؤجلون تنظيم هذه المسيرة الوطنية؟ وفي الواقع بعد استدعاء رئاسة الحكومة للمركزيات النقابية للتشاور وللتحدث من جديد، يصعب جدا تنظيم أي حركة احتجاجية، وهذه بطبيعة الحال يعني من أدبيات العمل النقابي أنه الحوار يبقى دائما هو المطلب، والحوار هو يعني المنتهى، وبالتالي يعني لا يمكن لأي نقابة مسؤولة أن تتدرع بأي دارعة من عدم الجلوس في طاولة الحوار، حتى ولو كنا نعلم مسبقا بأن هذه الحكومة في الواقع تمادت في استبعاد الحوار الحقيقي، وخاصة الحوار البناء والمثمر والإيجابي. ويظهر جليا أن بعد انصرام تقريبا 5 سنوات حصيلة الاتفاق مع الحكومة الحالية هو صفر على خلاف كل الحكومات السابقة، وهذا تقليد. ونحن نعتقد بأن عدم رفض الحوار وعدم يعني تلبية مطالب النقابات هي تعود بالأساس لطبيعة المكون الأساسي في الحكومة. والمكون الأساسي في الحكومة في الواقع له مرجعية ليست له أي مرجعية للحوار الاجتماعي. والدليل أن 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 الفكر المؤسس لعقلية المكون السياسي للحكومة يعتقد بأن تقليد الدولة المغربية يبدأ في الحوار يبدأ مع 2011، في حين أن ما ركمته الحركة التقدمية وعلى رأسها الحركات النقابية من 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 مكاسب كثيرة في توسيع الهامش الحرية وهامش الديمقراطية في 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 بلادنا في المغرب. والخير مثال أن الشارع المغربي يعني يعرف كيف يحتج سلميا وكيف يطالب سلميا وكيف يعود إلى بيته، بعكس ما شاهدنا في الدول العربية. وهذه المكاسب تعتقد المكون الأساسي في الحكومة يعتقد بأنه هو الشرط الذي حقق هذا الاستثناء، في حين أن هذا نوع من السطو
على ما ركمته الحركة التقدمية وعلى أساس الحركة النقابية. نعم. دعني أشارك معنا السيد عبد الإله دحمان، يشارك معنا عبر الهاتف في هذه الأمسية. أستاذ عبد الإله دحمان، هل تسمعني؟ مرحبا. نعم. بداية، أنت تمثل في هذه الحلقة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما الذي جعلكم في هذه المركزية النقابية تأخذون مسافة من التحالف الخماسي للنقابات؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا، وهذه فرصة لكي ننور الرأي العام يعني المغربي. نحن لم نتخذ مسافة من المكونات الحركة النقابية، نحن جزء من الحركة النقابية، ولكن الاتحاد الوطني للشغل المغربي شخصيته النقابية له رؤيته لتحليل الواقع المغربي سياسيا واجتماعيا، وبالتالي نحن كنا ولازلنا دائما منفتحين على مكونات المشهد النقابي المغربي، ونحن مستعدون إلى أن ننسق مع الجميع في إطار يعني في إطار نوع من الاحترام، لأننا منظمة تحترم نفسها، منظمة نقابية صاعدة استطاعت أن يعني أن تجد لها مكانا في النفق النقابي المغربي، وبالتالي يعني المسافة هي لم تكن قرارا إراديا أكثر مما كانت مرتبطة بطبيعة التنسيق النقابي. كما قلت، نحن لو وجهت إلينا الدعوة كاتحاد وطني للشغل المغربي من أجل أن ننسق تفاوضيا أو نظريا، سنكون مستعدين. أستاذ عبد الإله دحمان، هل نعم. إذا وجهت لكم دعوة للمشاركة في الإضراب العام في القطاع العام والخاص وفي المسيرة التي ينوى؟ نعم أنا أقول فيها؟ ليس الاتحاد الوطني للشغل المغربي هو نقابة اليوم له مكانته في المشهد النقابي وفي يعني وفي الساحة الاجتماعية. نحن لا نستدعى إلى القرارات النضالية، نحن يجب أن نكون جزء من القرار، بمعنى أن نستدعى إلى صناعة القرار النضالي. أنا ذاك سنكون وبقوة شاركينا في أي قرار سواء كان نضالي أو تفاوضي، لأننا نعتبر أنفسنا جزء من الحركة النقابية المغربية. نعم. أستاذ جامع معتصم سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية لنأخذ رؤيته، لعله غير موجود الآن من الناحية التقنية. أستاذ خليل بن سامي، لماذا تصر النقابات على أن ترتدي نظارات سود ولا تنظر إلى الحصيلة الإيجابية للحكومة، وتنظر سوى إلى الجزء الفارغ من الكأس؟ على الأقل من ناحية الاجتماعية، الحكومة قامت بدعم الأرامل بشكل غير مسبوق، رفعت من قيمة المنحة لفائدة الطلبة، متعتهم بالتغطية الصحية، بالإضافة إلى أشياء أخرى، وهذا غيض من فيض. هدف الواقع، هذا هو الخطاب بصراحة، يعني كتكرر مجموعة من وسائل الإعلام وكتكرروا حتى الحكومة بنفسها، وهذا في حقه خطاب شعباوي. لماذا؟ لأن هذه المسألة ديال الأرامل هو شعباوي. نحن نتحدث عن الوطن، نعطيك على الأرقام، نتحدث عن دعم الأرامل، نتحدث عن هناك دعم الأرامل، هناك دعم تعويض عن فقدان الشغل، 500 مليون درهم من فقدان الشغل. فين نجد الشغل بعد؟ أولا الشغل غير موجود في المغرب، هذا موضوع آخر غادي نرجعوا له من بعد، لأن عاد نشوفوا شنو هو الأساس ديال الحوار الاجتماعي. فدعم الأرامل ولا دعم المطلقات كيشكل واحد النسبة قليلة داخل المجتمع المغربي، والغلاف المالي ديالو ما كيتعداش الثمن ديال لاعب كرة القدم في انتقالات الشتوية في أوروبا. لكن هي مبادرات الأخطر هو كافة الأمهات المتزوجات اللي الأزواج ديالهم عاطين على العمل والأبناء ديالهم عاطين على العمل. ما تنساش بأن أحسن سنة فلاحية دازت تاريخ المغرب هي السنة اللي دازت ديال 2015 بعشرات المئات مليون 110 مليون قنطار، وانخفاض ديال البترول وجميع الامور مواتيه، ومع ذلك تم احداث 33 منصب شغل في هذه السنه هذه. واش هذا واش حنا واش نقوم تبع حنا؟ بالفعل هناك فئات هشه، ولكن سياسه الحكومه ماشي غير غتساعد فئات هشه، ما غتقدرش تساعدها، ولكن غادا تهبط الفئات المتوسطه وغادا تسحقها. انا بغيت نقول لك استاذ واحد المساله على الحوار الاجتماعي. الحوار لو كان حوار وما كانش فيه تكلس، ما كانش المغرب غادي يخلص من الصوره ديالو من الصوره ديالو، لان هذه الحكومه دي كتعصب راسها غير مسؤوله، لان اصلا ما بناتش الحوار الاجتماعي وما كانش في التاريخ ديالها، وبالتالي بغات تهدم كل ما ركمته الحركه التقدميه. وما تنساش انه على بالنسبه للحوار الاجتماعي ماش كان يكلفنا، لو انه هاد الاساتذه المتدربون اللي الحل التقني بسيط جدا، لن يكلف شيئا، الحل بسيط جدا وتقني، ولكن مع ذلك كاين عقليه ديال التكلس، عقليه ديال التحجر، وعقليه ديال الجمود اللي كتفرض كل حوار، وبالتالي ادت صوره غاليه ثمن المغرب. المغرب ادت ثمن، الهومان رايتس ووتش كتكتب، المنظمه العفو الدوليه كتكتب، السفارات والقنصليات الدوليه، العشاشات العالميه كتنقل في اصحاب الوزارات البيضاء عامرين دمايات. هادشي كله علاش؟ على ود انه واحد حلف.
لن يكلفه لا تراجع في هيبه الدوله قيد المولى، ولن يكلفه حتى شعرك في حياه السيد رئيس الحكومه. هي مساله بسيطه جدا. انا كنقول لك بان التصور هو تصور انتقائي انتخابي نخباوي انتخابي، لانه هذا ميكافيلي، لان الشيء اش يديروا هما؟ تيحاولوا يمشيوا يدعموا الطبقه البرجوازيه الصغيره، علاش؟ انك تصوت لان ما تدخلش الضرائب، وكتحاول يدافع على فئات مسحوقه كيدغدغ المشاعر ديالهم بعض الفرنكات باش نتسناو بانه بالفعل الحوار الاجتماعي ينبغي فصل الامور. هناك وضع عام ينبغي ان لا نزيد حتى على الحكومه. هنا لا نحن لا نزيد، لا نتحدث عن الحوار الاجتماعي. انتم كيف تنظرون الى حصيله هذا الحوار الاجتماعي خلال قرابه 10 جولات من هذا الحوار؟ كيف تنظرون الى هذه الحصيله؟ لم تكن هناك جولات حوار حقيقيه. اللي كان هو دردشه واستماع. الحكومه كتجي وكتجلس وكيجيو النقابات كيعرضوا وما كيخليوش حتى الوقت باش يعرضوا، لان شنو الميل في المطلبي ديالنا؟ هذا هو الخطا اللي دابا اللي كترتكبوا بعد بزاف الاقلام. كتحاول عند نفسها كتصنع القرار الراي العام وكتبدا تقطر الشمع على النقابات. النقابات راه ماشي بداك التصور التقليدي، جايبه ميكه هزها فيها بزاف الملفات، فيها مغبره، وجايين باغيين غير الزياده في الاجر. كنقولوا غتكلفنا 27 مليار ديال الدرهم سنويا، وحنا ما عارفينش شنو الوضعيه الاقتصاد ديال البلاد، وما عارفينش شنو طاري في البلاد. النقابات عندها تصور، باغا تسول على السياسه العامه للدوله وعلى السياسات القطاعيه وعلى البرامج اللي توضعات والمخططات والرؤى الاستراتيجيه واللي النتائج ديالها عكسيه. الناس باغا تسول على داكشي اللي شاط من صندوق المقاصه اللي احتفظت به الحكومه ضدا على الفئات المسحوقه اللي 50 مليار، باغا تسولها فين تصرفات. باغي نسولوا 300 مليار ديال المديونيه اشنو دار بها؟ اذا كانت من اجل الاستثمار مرحبا، ولكن الاستثمار فينا هو في تنافسيه الشركات. سنعطي بعد قليل فرصه للاستاذ جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومه لكي يجيبك عن كل هذه الافكار، لكن الان الاستاذ عبد الاله دحمان، هل ما زلت معنا؟ نعم لازلت معنا. انتم في الاتحاد الوطني لشغل المغرب، كيف تقيمون جولات الحوار الاجتماعي منذ بدايه الولايه الحكوميه الحاليه؟ طبعا نحن نقول بان الحوار الاجتماعي مع حكومه بن كيران طبعا هو جاء محكوما ومشروطا باتفاق اطار، جاء نتيجه الحراك الشارع المغربي اللي هو الاتفاق التاريخي ديال 26 ابريل 2011. هذا الاتفاق طبعا كان في سياق تاريخي وسياسي دقيق، الذي تحمل فيه المسؤوليه ديال التنفيذ وديال التنزيل هو حكومه عبد الاله بن كيران. ولذلك اقول ان لا حكومه عبد الاله بن كيران ولا النقابات، يعني النقابات المغربيه، استطاعت ان تروج للحصيله التي تم انجازها يعني في اطار هذا التنزيل. انا اقول ان في مساله تحسين الدخل فنظن انها كانت استجابه ديال 13.2 مليار، طبعا واللي كانت كلها متعلقه بالزياده ديال 600 درهم، رفع المعاش من 600 درهم من 500 درهم الى الاف، رفع الحاصل من 8 ديال الترقيه من 28% الى 33%. ولكن دعني اقول ان الحوار الاجتماعي يعرف تعثرا على مستوى طبعا السياق السياسي الذي يحكمه، ويعرف توترا كذلك باعتباره انه لم يتخذ في عهد بن كيران منهجيه واضحه، حتى ان رئيس الحكومه انجز الكثير من المعطيات يعني الاجتماعيه او الكثير من القرارات اللي كان عندها اثر اجتماعي على بعض الفئات الدنيا، ولكن لم يعرف كيف يعطي اخراجا جيدا لهذه العمليه. اظن ان تعثر الحوار الاجتماعي وفشل الحوار الاجتماعي هو يعني مسؤوليه فيه جماعيه كذلك، حكومه ونقابات، لان لا يمكن ان نكون في سياق وفي مرجعيه اطار اتفاق اعتبرناه يعني تاريخي وسياسي بالنظر للظرفيه التي انجزته، ونركز عليه يعني مطالب اخرى جديده. هذا تركيب هذه المطالب هو الذي ادى ايضا الى تعطيل. الامر الثاني، هذا الحوار الاجتماعي ايضا والمعركه التي كانت حوله لم تكن محايده وسقطت وتخنبقت في سياق الموقف العام من السياسه الحكوميه ام القرارات الحكوميه، ومن ضمنها يعني طبيعه يعني اداره رئيس الحكومه للحوار الاجتماعي. لكن هل من مؤاخذات استاذ عبد الاله دحمان على طبعا المؤاخذات في تدبير هذا الحوار؟ انا اقول لا يمكن للحكومه ان تحسم في بعض القرارات ذات الخلفيه الاجتماعيه والطبيعه الاجتماعيه
بمعزل عن طاولة التفاوض والحوار الاجتماعي. حكومة بن تيران يعني أنزلت الكثير من القرارات الاجتماعية نعتبرها جيدة وكبيرة، ولكن كان يجب أن تكون موضوع تشاور ومشاركة من طرف النقابات يعني المغربية. لذلك نقول بأن تعثر الحوار الاجتماعي هو مسؤولية جماعية، وتأثر أيضا بالسياق العام الذي حكم كما قلت علاقة الحكومة الحالية ببعض المكونات الحزبية التي استطاعت أن تنتصر يعني من خلال الأداة النقابية أن تنتصر لتموقعها الحزبي، ولذلك كان الحوار الاجتماعي ضحية هذا التموقع الحزبي من داخل المشهد النقابي، وأدى إلى عدم وضوح يعني الرؤية النقابية في علاقتها بالكثير من القضايا. نعم. يعني التي نعتبرها قضايا اجتماعية. نعم استاذ عبد الله، لذلك نعتبر أن الحوار الاجتماعي التعثر ديالو هو مسؤولية جماعية ولم يكن. دعني أشرك معنا الأستاذ جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة. الأستاذ جامع المعتصم هل أنت معنا؟ نعم أنا معكم أسمع. مرحبا بك، لكي أعطيك فكرة عن ما رجع من حوار قبل قليل. ضيفنا هنا في البلاتو يقول بأن الحوار الاجتماعي ليس هناك حوارا اجتماعيا في الحقيقة، هو مجرد ربما تشاور أو دردشة، بل هناك ملفات ثقيلة على المستوى الاجتماعي. حكومة عبد الإله بن كيران يقول بأنها عجزت عن معالجتها. أعطيك الكلمة لكي ترد على كل ما قيل. شكرا أخي. فقط في البداية ينبغي أن أؤكد أن الحوار بالنسبة للحكومة هو قناعة وليس آلية فقط للنقاش، وطبعا هذه القناعة تتطلب أن يكون شركاء المعنيين بالحوار كلهم يتحملون المسؤولية في إنجاح وتوفير شروط نجاح لهذا الحوار. فهذه الحكومة لما بدأت منذ أول بدايتها في مارس 2012 يعني عقدت أول لقاء للحوار مع الشركاء الاجتماعيين والشركاء الاقتصاديين، وحرصت على أن تؤسس هذا الحوار بشكل متواصل، وأكثر من هذا أنها هي التي حضرت مجموعة من جداول الأعمال فيها ملفات كبرى والتي تتعلق بالإصلاحات اللي كانت مطروحة على بلادنا، وسواء تعلق الأمر بالأمور المجال الاجتماعي المباشر الذي يهم الفئات يعني ديال الأجراء أو الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع. وأعطي مثال فقط أنه لما تم الاتفاق، أعتقد هناك مشكل في أنا أسمع الصوتي أكثر من اللازم. نعم رجاءً أن التقنية سنعود إليك بعد قليل أستاذ جامع المعتصم، ريتما يصلح هذا العطب التقني. أستاذ خليل بن سامي، ما الفائدة من الحوار إن لم يفضي إلى اتفاقات ملزمة للطرفين في نظرك؟ وقع الحوار ثقافة، يعني الحوار ثقافة، ولاحظتي بأن أحد المكونات الأخ اللي كان كيتحدث باسم النقابة ديال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أجمع على أساس أن الحكومة تأخذ قرارات انفرادية، وشاهد من أهلها، فهي حكومة تابعة للحزب العدالة والتنمية. فتبان بالمنوس نتحدث عن الحكومة فيها أربعة فرق سياسيين وليس فقط العدالة والتنمية. لا ولكن المكون الأساسي، يعني احنا نتحدث عن المكون الأساسي يعني على العموم، يعني حتى ولو تحدثنا عن الحكومة بشكل عام، فالواقع أن القرارات الانفرادية، لأن هناك عناصر في القيادة، يعني أنه السيد عبد الله بن كيران يعني يتموقع كرئيس حكومة بصلاحياته، وبالتالي هو أحد المكونات الأساسية هو رئيس، وبالتالي يعني حينما نخاطب نحن نخاطب رئيس الحكومة. الآن الحكومة في شخصية رئيسها. على العموم المسألة كيف قال السيد الأخ من النقابة أن حتى بعض القرارات اللي هي بسيطة جدا واللي كيعتقد السيد رئيس الحكومة كيف قال بالبرلمان أنه حتى الحاجة المسائل اللي ما كتطلبش هي النقابة كننفذها. احنا يعني تنعرفوا بان بالعكس هو كيقوم بتسويق الجيد الاشياء اللي هي بسيطه وتافهه جدا. فنعطيك مساله بسيطه، وهو انه اللي ما كتكلفش الميزانيه ولا سنتيم واحد، وهي مثلا الفصل 288 بالقانون الجنائي اللي بسببه تشردت مجموعه من العائلات وتعتقلوا مجموعه من العمال، واللي كيوقع حجر عثره واللي كيشكل واحد الوصمه عار في المنظومه الحقوقيه المغربيه.
وبالتالي ما بغاش يتراجع عليه. ثم حتى بعض الحقوق اللي الحق في التنظيم، الحق في الحريات النقابيه اللي عرف واحد التراجع خطير في العهد ديال 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 الحكومه الحاليه. وهذا هذه مسائل كلها اللي كتطلب تكريس، كتطلب مواقف اللي تكون يعني واضحه، واضحه على اساس انه ما ماشي جاي على اساس مزايدات سياسويه. نعود الى استاذ جامع معتصم لعله يجيبك عن كل ذلك. تفضل استاذ جامع. شكرا. اريد فقط ان اؤكد على كما قلت ان الحوار قناعه، وأن هذه الحكومة لما بدأت في مأسسة هذا الحوار الاجتماعي عقدت عدة لقاءات مع النقابات، وبل أكثر من هذا اتفقت على أن تنظم هذا الحوار على مستويات متعددة. أولا أول مرة تم الحديث عن اللجنة العليا للتشاور اللي كان المفروض يكون فيها رئيس الحكومة والأمناء العامين للنقابات وممثل يعني الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على اساس ان يتم فيها التشاور حول الملفات الكبرى من مثل المقاصه والنظام الضريبي وغيرها من القضايا المهمه. وفي نفس الوقت يعني الاستمرار في العمل باللجنه الوطنيه للحوار الاجتماعي التي تنعقد في دورتين. معك من الاسف كما قلت الحوار هو مسؤوليه مشتركه بين اطراف، لا يمكن لطرف واحد اذا توفرت لديه الاراده ان ينجح. فلذلك الإرادة مع كامل الأسف أعتقد أنها لم تكن بالشكل الكامل من الأطراف المجتمعة، فلذلك يعني إذا وقع تعطر فهذا التعطر كما أشار الإخوان فيه مداخل سياسية ساهمت بشكل أو بآخر في توقف وتعطر هذا الحوار. بل أكثر من هذا يمكن أن أقول لك جامع المعتصم، أنت تعرف أنه في 2013 كانت هناك محاولات من أجل إيقاف عمل هذه الحكومة ومحاولة يعني تفجيرها من الداخل من أغلبيتها، وهناك من الأطراف النقابية استغلت هذا الوضع وأرادت أن تتموقع. هل تقصدون انسحاب هذه صورة هذه صورة، ولكن نتحدث عن نقابات متعددة المشارب، الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية، الاتحاد العام الشغالين. أقول لك يعني أنه الفيدرالية كذلك يعني هناك يعني من استغل هذا الوضع في أن لا نصل إلى اتفاقات. في 2014 بالنسبة للحكومة ومع النقابات كنا قاب قوسين أو أدنى من أن نعقد اتفاقا وأن يتم فيه إخراج مجموعة من المضامين التي يتحدث عليها النقابيون اليوم، يقولون أن هذه الحكومة تستجيب أو يعني تقوم بقرارات انفرادية. وفي هذا البابين بغي أن أقول لا يمكن، يا إما أن ننجح في الحوار ولكن لا يمكن أن نمارس الحجر على الفئات وعلى الموظفين. إذا كانت هناك قدرة لدى الحكومة للاستجابة لمطلب من المطالب المشروعة للفئات الاجتماعية فماذا ينبغي أن تنتظر هذه الحكومة؟ أن تنتظر حتى تصادق النقابات؟ فهذا أيضا في شيء من الحجر على هذه الفئات. فلذلك جامع أعتقد أنه ما الجديد الذي يحمله عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة للنقابات؟ لا غير اسمح لي فقط لأؤكد على أنه الحديث على مجموعة من الأمور التي تحدث عنها الإخوان، تراجع في الحريات النقابية، أن الحكومة تستجيب لبعض القضايا ولا تستجيب لبعض القضايا البسيطة، مثلا الأخ تحدث عن الفصل 288 من القانون الجنائي، هذا ليس طبعا ما عندوش تكلفة مالية مباشرة ولكن عنده تكلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة جدا، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تشاور حقيقي وحوار حقيقي ما ليس بين الحكومة والنقابات فقط بل أيضا مع أرباب العمل. أنتم تعرفون أن هذه الحكومة واحدة من المسؤوليات ديالها تشجيع الاستثمار، لأن إحداث فرص الشغل هذا واجب للحكومة، وأي قرار نتخذه ينبغي أن يكون له دور في فسح المجال من أجل إيجاد فرص الشغل. فلذلك هذا الفصل مهم جدا والحكومة مقتنعة بضرورة مراجعته، ولكن في إطار توافق تام ما بين النقابات وبين الاتحاد العام لمقاولة المغرب، والحكومة مستعدة لكي ترعى هذا يعني هذا الاتفاق. نعم. من هذا النوع. دعني أستاذ جامع معتصم نتقدم قليلا في النقاش التي حققت الحكومة. لو سمحت أن نتقدم قليلا في النقاش. المركزيات النقابية. نعم. الخمس كانت تنوي عقد مسيرة وطنية يوم الأحد، تراجعت عن ذلك. نعم. بعد أن وجه رئيس الحكومة دعوة مباشرة. نعم. ورسمية إليها للجلوس إلى طاولة. نعم. الحوار يوم الثلاثاء المقبل. ما الجديد الذي يحمله رئيس الحكومة للنقابات؟ الجديد هو أن نقتنع جميعا بأن نتحمل مسؤوليتنا جميعا في أن نجد الحلول للإشكالات التي تعرض لنا كدولة وكمؤسسات وكمجتمع. وبالتالي فهناك عمل تحضيري
بشراكة مع النقابات ومع الاتحاد العام لمقاولة المغرب من أجل أن نهيئ جدول أعمال محدد ومدقق للقاء يوم الثلاثاء إن شاء الله. طبعا الحكومة مستعدة لكي تتفاعل مع المطالب التي نعتبرها معقولة ومشروعة، وفي نفس الوقت الدولة والحكومة عندها إمكانيات للوفاء بها. نعم. لأنه في نهاية الأمر هذه الدولة ديالنا كاملين خصنا نتحملوا مسؤوليتنا كلما كانت هناك مطالب معقولة وكانت هناك إمكانيات للدولة للوفاء بها فينبغي الوفاء بها. فلذلك إرادة الحكومة أنها إيجابية، وطبعا يعني تسجل أن التجاوب ديال النقابات أيضا تعتبره رسالة إيجابية، ولذلك فنحن نأمل بأن نصل إن شاء الله إلى طبعا توافق من أجل الخروج من هذه الدائرة التي مع كامل الأسف لا يعني. نعم سأعود إليك أستاذ جامع معتصم، لكن قبل أن أعطيك الكلمة أستاذ خليل أود أن أسأل الأستاذ عبد الإله دحمان وهو معنا عبر الهاتف عن إحدى الملفات الحارقة في الحوار الاجتماعي. أستاذ عبد الإله دحمان، تابعت أنكم توافقون المنهجية التي تتبعها الحكومة في ملف التقاعد، ما هي رؤيتكم لتدبير هذا الملف وما الذي يجعلكم تتماهون مع السيناريو الذي قدمته الحكومة؟ طبعا دعني أوضح بداية على أني لما قال ضيفكم العزيز شهيد شهيد من أهلها، طبعا نحن من أهل الحركة النقابية المغربية فقط، وبالتالي لابد أن يعني حتى لا تمر هذه الرسالة لابد أن نميز بين أن الاتحاد الوطني للشغل المغربي يشتغل بمنطق النقابي الذي اشتغل به مع حكومة عباس ومع حكومة يعني ومع حكومة جطو. لكن هذا لا ينفي على الأقل من ناحية الشكلية الأستاذ عبد الإله دحمان أن لكل حزب سياسي ذراعه النقابية إسوة بالاتحاد والاستقلال، والعدالة والتنمية لن تشكل الاستثناء في هذا نحن نعم على على على, على شاكلة يعني كل المركزيات النقابية المغربية التي تأسست كلها إما قريبة من حزب معين أو تشكلت داخل رحم وأنتم لا تشكلون الاستثناء. نعم انا اقول نحن الاستثناء الذي بين العداله والتنميه وبين الاتحاد الوطني للشغل المغرب هو نحن استفدنا من التاريخ يعني الازمه ما بين جدليه النقابي والحزبي وحاولنا ان نديرها بوعي وبيقظه في اطار شراكه استراتيجيه تربط ما بين النقابه والحزب، ولكننا نشتغل بمنطق نقابي ونضالي لا ينبني على القرب من الاغلبيه ولا ينبني اساسا على القرب من الحكومه او التماهي معه، بل ينبني أساسا على الولاء التام للملف المطلبي لشغلة المغربية، وبالتالي منهجنا أننا لا نزيد لا نقابيا ولا سياسيا على أي كان. طيب ماذا عن سؤالي، ماذا عن ملف تقاعد أستاذ عبد الإله دحمان؟ فيما يخص ملف تقاعد دعني أقول لك بأن هذا الملف هو ملف مجتمعي لا يعني النقابات لوحدها، بل هو يعني ما هي رؤيتكم كيف تماهيتم مع رؤية الحكومة في معالجة هذا الملف باختصار؟ نحن لدينا شخصيتنا النقابية ولدينا تحليلنا الخاص ولدينا موقفنا الخاص المتميز عن النقابات والمتميز عن الطرح الحكومي. دعني أقول أن التقاعد كان موضوع اتفاقات اجتماعية تاريخية السابقة سواء 19 محرم أو اتفاقات يعني الذي وقعت في 2000 أو 2003 أو 26 أفريل 2011، ثم هو كان هناك إقرار نقابي ديال المركزيات النقابية المغربية بالأزمة التي تعيش هذه الصنادق، ويعبر عن ذلك التقرير ديال اللجنة التقنية التي لم تجتمع منذ يعني 2007 واجتمعت على لكي نكون عمليين. أستاذ عبد الإله دحمان أسألك من جديد لكي نكون عمليين، المركزيات النقابية الخمس تتحدث عن ما سمته بالثالوث الملعون وهو الرفع من سن الإحالة على التقاعد، الرفع من المساهمات الأجراء في مقابل تخفيض المعاش، ما رؤيتكم أنتم؟ التركيز سيدي على هذه المؤشرات التي تعتبر يعني مكونات وإن كانت لها أهمية ولكن هي مكونات جزئية في منظومة الإصلاح ومقترح الإصلاح الذي تقدمه الحكومة، فأظن أنه يعني قصر نظر أن نتعامل مع الملف المجتمعي كما قلت كلمة ملف التقاعد بأن نركز على البعض وننسى البعض. أقول لابد أن تكون مقاربة شمولية لملف التقاعد، لابد أن نقارب سيناريو الحكومي مقاربة شمولية حتى ننجز إزاءه تصورا بديلا شموليا. أقول لك بأن شكرا لك أستاذ عبد الإله دحمان. دعني أن لا نهضم حق ضيفنا هنا في البلاتو أستاذ خليل بن سامي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أنتم تقفون وراء عبارة الثالوث الملعون،
ما الذي تبقى من هامش لكم في إطار التحالف الخماسي لكي تجيبوا وتناوروا فيما يخص الصندوق التقاعد أو إصلاح منظومة المعاشات المدنية؟ هل ما زلتم تعولون على الاحتجاج لكي تصلوا إلى حل؟ وقبل الحديث عن الحركات الاحتجاجية يعني بشكل عام والرد على الحكومة خاصة فيما يتعلق بملف التقاعد، أنا بغيت نوضح لك واحد المسألة مهمة بزاف واللي بزاف كتمر مرور الكرام. احنا ملي كنتحدثوا على الملف المطلبي ككل، ملف التقاعد هو غير جزء منه، والطريقة اللي كيدار بها ملف التقاعد هي الطريقة اللي دارت بها ملف ديال الطلبة الأطباء، واللي دارت بها الحركة الاحتجاجية في طنجة، واللي دارت بها الحركة ديال الأساتذة ديال المتدربون. يعني نفس المنطق ديال الهروب للأمام، نفس المنطق ديال ركوب الرأس التعنت، واللي بغى يشرب البحر يشرب البحر، فهذا خطأ وماشي هكا الدولة كتدبر، وماشي السياسة العامة الدولة كتدبر بهذا الشكل هذا. أنا باش من سولتي السيد المعتصم المحترم على شنو هي الجديد اللي يمكن يجيب حوار جديد، ولاحظتي ما خرجش من كلام ديال غنديروا لجنه وغادي نحاولوا نديروا جدول اعمال وغادي ندرسوا، كيبقى كلام فضفاض، كلام شاعري، كلام ديال الادبيات. بالفعل انا عارف لانه ما عندوش القرار، ولكن الحقيقه يعني اننا نتوجس ونحن نعلم بان بدون ما يكون عندنا يعني مركب ديال عدم الثقه، الا ان المسار اللي ممكن تمشي فيه الحوار غيكون هو هذا، ربح الوقت والدفع ببعض الاشياء اللي هي ماشي، لانه ملي كنتحدثوا على السياسه العامه للدوله وكنتحدثوا على الحوار الاجتماعي وكنبغيو نجلسوا مع الحكومه ماشي حبا فيها، ماشي باغي نناقشوا معها الملفات فين مشات، لانه ملي كنقولوا عندنا خصاص في السكن والسكن كله اجتماعي بؤره ديال التوتر وكيخلق اشكالات خطيره، ملي كنقولوا بان السياسه في التشغيل في المغرب خطيره جدا وغادا تشكل هي اللي غتشكل بؤره التوتر الحقيقيه وتهدد مستقبل البلاد، لانه الحجم ديال البطاله في المغرب ولو يقولوا 10% ولو يتبقى تقال جميع الارقام الشعب غير قادر انه يصدق هذه الارقام. اللي كنلاحظوا بان مثلا في المخطط الاخضر دار بانه غادي يبدا يوظف اكثر من 26000 من بعد المخطط الاخضر، ولينا كنوظفوا 12000، يعني من بعد برصد الامكانيات ملايير الدراهم الكبيره الحجم ديال التراجع. كذلك بالنسبه للاليوتيس، كذلك بالنسبه للرؤيه الصناعيه، كذلك بالنسبه للصناعه التقليديه، جميع المسائل الاستراتيجيه اللي بدات قبل من الحكومه الحاليه واللي مسالت في 2013 ولا غتسالي في 2018 واقفه، اذا ولا كتعرف تراجع. واش هذه ماشي ملفات خصنا نهضروا فيها؟ واش ما نهضروش في التعليم؟ ما نهضروش في السكن؟ دعنا نقتصر على لكن فيما يتعلق جولة الحوار، جولة الحوار لها جدول أعمال محدد، لكن فيما يتعلق بالتقاعد كاع اللي هذه القشة اللي كيف كيقولوا كسرت ظهر البعير، أنا غادي نجيك من الآخر. حنا مستعدين، حنا كنقولوا بأن السيد رئيس الحكومة ما فهمش في الملف ديال التقاعد ملي كيبدا يتكلم وكيتخلع على دراسات لجان تقنية. ولا اسمح لي انا جايك استاذ، ملي كيبدا يهضر على الدين الضمني و700 مليار وانا ما غنجيب 700 مليار، كيبان بانه ما فاهمش، وكيبان بان اللجنه المكلفه واللي كتستغل وكتطير قرارات رئيس الحكومه داخل في التهويل بالتفاصيل. نحن هناك لجان تقنيه سنفض هذا الحوار، سنفض ندخل حاجه وحده، واش ممكن نديروا هذا الحوار مع السيد رئيس الحكومه بالخبراء ديالنا والخبراء ديالهم امام شاشه التلفازه وامام جميع المواطنين؟ هل انتم مستعدون للمناظره استاذ جامع معتصم؟ بدل ان تغلقوا على انفسكم، بدل ان تغلقوا على انفسكم لو سمحت. تفضل سنتي. ثم علاش بعدا مشيتي غير للصندوق المغربي للتقاعد؟ علاش ما مشيتيش للنظام الجماعي من الحرواتي بالتقاعد اللي هو اصلا تيخرج الناس بواحد بالفقر؟ وعلاش ما مشيناش للسي ان اس اس؟ وعلاش ما مشيناش للاصلاح الشمولي؟ علاش غادي نصلحوا غير واحد الحاجه على مدى متوسط حتى ولينا فرضنا جدلا بانه بالفعل الصندوق غادي يوقف؟ تلنا فرج جدلا، وهذا بلون ما ندخلوا في ذاك السؤال الكلام العقيم ديال واش كل اللي خص الصندوق والاموال اللي كانت كتحط وكيفاش كيفاش استاذ جامع معتصم لك واش هي الفائده؟ واش كنا كنديروا بها؟ اسيدي عفى الله عما سلف، اسيدي غير يقولوا لنا. استاذ جامع معتصم لك الكلمه، كلام شاعري. نعم انا فقط بغيت ناكد الاخ خليل بانه اذا اعتبر الكلام الذي قلته كلام ادبي وحوار فقط، فأؤكد له أولا يعني طلب إحداث لجنة تقنية للإعداد لجلسة الحوار هو طلب جاء البارحة من طرف المركزيات النقابية، وبالتالي وقع الاتفاق مع المركزيات النقابية على أساس أن نبدأ أشغال هذه اللجنة التقنية التي ستعد جدول الأعمال. وطبعا النقابات مفروض أن عندها ملفات واضحة والحكومة أيضا ملفاتها واضحة، وبالتالي فهذه القضية الأولى. القضية الثانية، اسمح لي الأخ، الموضوع ديال التقاعد،
الموضوع ديال التقاعد، هذه الحكومة خدات المبادرة من أجل الإصلاح بناء على المعطيات والدراسات التي أنجزت منذ سنوات الأخ خليل، واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد كانت تشتغل لمدة طويلة، وهناك دراسات من جميع الجهات بما فيها المؤسسات يعني المجلس الأعلى للحسابات. إذن فكل المعطيات دقيقة متوفرة من جهات متعددة. القرار الذي كان وهو أنه حتى في اللجنة الوطنية كان حديث عن استعجالية إصلاح أنظمة المعاشات المدنية. إذن هل يمكن أن ننتظر حتى يعني يتم يعني حتى الصندوق هذا ينتهي بصفة نهائية، وبالتالي تضيع حقوق 400,000 ديال الناس اللي كيعيشوا بناء على الصندوق هذا، أو أن نأخذ المبادرة للإصلاح؟ وطبعا مع كامل الأسف الإخوان يتحدثون عن أرقام، يعني أولا بالنسبة لما يتعلق بتدبير هذا الصندوق، لا ننسى أن هذه النقابات كنتم شاركتم مع السيد ريس جطو في الوقت ديال الإصلاح الأولي واللي كان محدود، على أساس أنه تم الاعتراف بالدين الذي كان لهذه الصندوق المغربي للتقاعد، وتحدد في 11 مليار ديال الدرهم. واليوم كنسمعوا الإخوان النقابيين اللي كانوا صادقوا البارح، اليوم تعاد كيتكلموا لا راه الدوله كانت كتاكل ولا ما كانتش كتاكل. لعلكم استاذ جامع معتصم امون لعلكم لا تختلفون على تشخيص انتم والنقابات، لكن الحلول انتم تختلفون فيها. النقابات تقول بانه عوض ان نلجا الى الحلقه الاضعف وهو الاجير، كان على الحكومه ان تقوم تبحث عن بدائل اخرى، لو ربما مثلا لو بذلت مجهودا فيما يخص التهرب الضريبي او الاحتكار او ما شابه، ربما كانت تجد الميزانيه التي تصلح بها. لا ينبغي ان نتحدث عن الصندوق، خلي لا ينبغي ان ندخل كل يعني الاشياء في بعضها. الصندوق من هذا الصندوق لكي نضمن، لماذا لا نطرح سؤال من المسؤول عن ايصال هذا الصندوق الى حافه الافلاس، وان نرى من المسؤول يتعرض للمحاسبه؟ والنظام طبيعه النظام ان يكون عندك نظام تقاعد يعطي مقابل كل درهم مساهمه درهمين، فهذا النظام غير موجود في العالم، وبالتالي ضرورة إصلاحه. النقابات لم تقدم مقترحات بديلة عن هذا المقترح لإصلاح هذا النظام. المقترح الوحيد الذي يتم الحديث عنه هو بشكل عام هو الحديث عن الإصلاح الشامل. الحكومة مقتنعة بالإصلاح الشامل، لكن لا بد أن نبدأ بهذا الإصلاح ونصلح هذا النظام المعاشات المدنية، ونبدأ في إنجاز الإصلاح الشامل الذي سيأخذ بعين الاعتبار ما تحدث عنه الأخ خليل، موضوع نظام الجامعي لمنح رواتب التقاعد. هذا نظام مع كامل الأسف بخيل بمقابل نظام المعاشات يعني الاستثمار اللي هو نظام أكثر سخاء. فلذلك لا بد من عمل من أجل أن يكون هناك إنصاف وعدالة أكثر في توزيع ما يتعلق بهذا الحماية الاجتماعية. فلذلك هذا هو الحكومة قدمت مقترحات، حاولت أن توازن بين هذه المقترحات المقياسية بشكل متوازن. النقابات لم تقدم مقترحات حقيقية من أجل إنقاذ هذا الصندوق، فهذا هو الإشكال الحقيقي. سأوجه الكلمة للأستاذ خليل بن سامي، أنتم لم تقترحوا بدائل عملية، فقط تقولون لا. هل يكفي قول لا لمعالجة ملف حساس واستراتيجي مثل هذا الملف الحارق، ملف التقاعد، ونحن نتحدث عن سنة 2022 لن يجد المتقاعدون كما تقول الحكومة مستحقاتهم التي يستحقونها؟ هو الحكومة الحالية بلعت في ثلاثة الحويج أساسيين يعني يحسبون لها وما يمكنش تحسبوا شي حكومة سبقتها. الأولى هي أنها ملي كتبغي تحتاج الفلوس كتمشي كتسلف وكتسلف بكثرة، يعني الحكومة الأكثر مديونية في تاريخ المغرب هي هذه، راه وصلت دابا ل 65 مليار ديجا وصلنا لها، وقرب الناتج الداخلي الخام ديالنا قرب سقط من فقدوا السيادة المالية ديالنا إلا بقينا غاديين في هذا المجال. ما هي وصفتكم لإصلاح منظومة التقاعد؟ المسألة الثانية هي صندوق المقاصة. بالرغم من هذا اللي كيسميوه الإصلاح، فالتداعيات ديالو على الأسر الفقيرة وعلى الفئات المحرومة لا يمكن ان تتصور، ورا المساله باينه في جميع الاسعار، لان بدءا من سعر المحروقات اللي نزل في العالم كله ما نزلش هنا في المغرب، بدءا من جميع الخدمات الاساسيه اللي كتقدم، هذا الشيء كله كيتساوي بالنار ديالو الشعب المغربي، ومع ذلك الحكومه بالنسبه لها دارت شي حاجه مزيانه. ملي جات عاوتاني صندوق التقاعد جات باش تاخذ عاوتاني منه الفلوس، لان جايه باش ما تدفع حتى شي سنتيم. وكيهضر الاستاذ على 16 مليار ديال في الوقت ديال السيد جطو، هذا كانت لان المساهمه ديال الدوله ما كانتش كتحط، ولان كانت الدوله عندها يد طوله
في الاموال ديال الصندوق كتعتبرها ديالها، وكان عجز كبير، وبالتالي تم تداركه، ولكن تداركه بشكل غادي نقول لك بانه ماشي شكل صحيح، لانه بقات فيه مجموعه من الثغرات. دابا السؤال، عمليا انتم تتفقون على التشخيص، ما هي وصفتكم؟ هاي الوصفه. نعم. واش كتعتقد كاين شي هذا كيحتاج شي ذكاء؟ واش هذه حكومه مبتكره؟ واش هذا ذكاء جماعي ديال حكومه بخبراء بعباقره بالخبرات المتراكمه جاوا وفكروا بان هذا الصندوق وراه عنده واحد الحل جميل جدا، هو اننا نزيدوا في المساهمه ديال المنخرطين، هو اننا نقصوا لهم من هذا، نحسبوا لهم على 8 سنوات، وهو اننا نقصوا لهم من التقاعد ونزيدوا لهم في السن ديال العمل. هذه من البلده بما كان، هذا ماشي منطق ديال العصر الحديث. نعم استاذ عبد الاله دحمان، ثلاثه لي بارامتر هادو. نعم. كيبينوا بان ماشي ما عندكش تصور، كيبينوا لك بانك فاقد لكل حل في هذا المجال هذا، وبانه في جميع دول العالم، والاستاذ كان عطى امثله، لا مقارنه مع وجود الفارق في النقاش ملي كتهضر ان ايكو سيستيم كله متكامل. نعم. فرنسا كتساعدك على السكن، تم دروس فابور، دري وليدات تقراو فابور، مع الفارق في القياس، الخدمات الصحيه. نعم. مستوى عالي، لا مجال انك شي واحد يبدا يجبد مع الفارق في القياس بين السياقات الاجتماعيه. لحظه الله يستر لي، بدون قارنو كنزرع لنا النعله، لانه لا يمكن ان نقارن في هذه المسائل، لا قياس مع وجود فارق بطبيعه الحال. دعنا نشارك الاستاذ عبد الاله دحمان معنا عبر الهاتف، تابعت معنا كل هذه الافكار التي تداولها الضيفان الكريمان. انتم في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كيف تنظرون الى مقوله التحالف الخماسي للنقابات التي تقول بان الحكومه في معالجتها لمنظومه التقاعد استجابت لتوصيات المؤسسات الماليه كصندوق النقد الدولي حفاظا على التوازنات الماكرو اقتصادية، في حين أنها لم تنظر بعين الرحمة إلى الضعفاء وهم الشغيلة؟ أظن على أن العمل النقابي الجد والمسؤول لابد أن يستحضر القرارات الموقعة، وأحيل هنا على تقرير يعني اللجنة التقنية التي وقعت يعني تشخيصا دقيقا لأزمة أنظمة التقاعد، وطرحت بصدده مجموعة من السيناريوهات ومجموعة من الحلول. عندما نتفحص المشاريع الخمسة والستة التي تقدمت بها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، نجد على أن في طي هذه المشاريع القوانين، نجد أن هناك حضور قوي جدا لما وقعت عليه النقابات مجتمعة، وبالتالي يجب أن لا نتملص أو نتهرب في موقف تاريخي دقيق أن نتهرب مما قد وقعناه سابقا. نحن في الاتحاد الوطني للشغل المغرب ملتزمون كما قلنا لمواقفنا، ملتزمون بمواقفنا السابقة، ومن منطلق المسؤولية أقول لابد أن يتم تجنيد تعويم النقاش حول ملك التقاعد. أنا أظن على أن بعض المكونات النقابية لم تكن محايدة وتخندقت في سياق الموقف العام من الحكومة، وأظن أن التحليل الذي يعني يعطيه الضيف الكريم في إقحام الكثير من القضايا التي لا علاقة لها بالحوار الاجتماعي وبتقييم الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يكون بخلفية اجتماعية، طبعا تحضير سياسي، ولكن لا تبني عليه مواقف سياسية أكثر مما تنتصر للملف المطلوب للشغيلة المغربية، فضمه خير مثال. أقول على أن موضوع التقاعد هو قلت لك كان موضوع التزام نقابي في إطار الحوار الاجتماعي منذ 19 محرم والتصريح المشترك ديال 19 محرم 1996، وجاء كبن ثابت في كل الاتفاقات الاجتماعية الأربع التي تم توقيعها وآخرها 26 أبريل. نحن بالاتحاد الوطني للشغل المغرب قلت لا بد أن نتجنب تعويل النقاش في موضوع كبير لسبب بسيط، هو أن عوض أن نركز على بعض النقاط التي تدغدغ مشاعر الشغيلة المغربية، لا بد أن نكون صادقين وواضحين مع الشغيلة المغربية. الصنادق تعرف أزمة ولا بد من معالجتها، ألم هذه المعالجة لا بد. ليس هناك أستاذ عبد الله دحمان، ليس هناك خلاف بينكم في النقابات وبين الحكومة، ليس هناك خلاف في التشخيص، لكن الخلاف في الوصفة التي تحل المشكلة الذي وصل إليه صندوق التقاعد. أعطي الحل، ولكن دعني أقول على أن موضوع التقاعد قلت لك كان موضوع التزام نقابي حكومي فيما سبق، ولا بد وبالتالي الدعوة إلى إصلاح هذه الأنظمة هو مطلب النقابي قبل
أن يكون مطلبا حكوميا. ثم لا بد أن عوض أن نركز على القضايا التي ندغدغ بها يعني الشغلة التعليمية من قبيل التلوث الأسود، لا بد أن نقدم حلول واقعية وموضوعية وعلمية بناء على المقترحات الحكومية حتى نكون كنقابة قوة اقتراحية حقيقية وآنذاك يمكن أن نناضل بصف موحد من أجل الانتصار طبعا للشغلات المغربية. نحن في الاتحاد الوطني للشغل المغرب طبعا لا. نفكر بمسؤولية ونقول أن الحل موجود أولا في أن يعود ملف تفاوض حول ملف تقاعد إلى سكة. نعم أستاذ عبد الإله الرحمن، واضحة الفكرة. أستاذ جامع المعتصم، أنت معنا عبر أقمار الاصطناعية من مكتبنا في الرباط. أنتم في الحكومة، هل أنتم مستعدون لأن تتصف قراراتكم هذه المرة بالمرونة؟ إلى أي حد أنتم قادرون على التنازل؟ لا نتحدث فقط عن ملف التقاعد الحارق، هناك ملف مطلبي واسع يتعلق بتحسين الدخل، التخفيف من العبء الضريبي، إعفاء الأجور أقل من 6,000 درهم من الضريبة على الدخل. ماذا أنتم فاعلون في هذا الملف المطلبي؟ أنا أعتقد مرة أخرى ينبغي أن أؤكد لك على أولا هذا الحوار ينجح إذا كان هناك منطق للإنصاف. اسمح لي نقول لك الأخ قبل قليل يتحدث عن غنديروا الإصلاح ديال النظام ديال التقاعد، نظام المعاشات المدنية. ما خصناش نسمعوا للمؤسسات ديالنا، ما نسمعوا للمجلس الأعلى للحسابات، ما نسمعوش للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما نسمعوش للجنة الوطنية التي شاركنا فيها لعدة سنوات. ينبغي أيضا أن تنصتوا إلى النقابات، ينبغي أن تنصتوا إلى الفرقاء الاجتماعيين، هم شركاء. لا اسمح لي، وأن يكون الحوار ثلاثي الأطراف. ثم اسمح لي، ثم لا نقارن مع التجارب الدولية اللي هي معروفة على الصعيد العالمي ديال الإصلاح ديال الأنظمة التقاعد الموجودة في العالم كامل، وكل الدول كيف دبرت هذه الملفات، وفي نفس الوقت ألا نقدم أي مقترح عملي. فكيف يمكن أن نصلح هذه الأمور؟ لابد. فلذلك الحكومة عندها مقترح وليست منغلقة فيه بشكل كبير جدا. لو توفرت هناك عروض أخرى يمكن أن تخفف، يمكن أن تحسن، فالحكومة منفتحة على هذا الأمر. الموضوع الثاني يعني بالنسبة للحكومة مرة أخرى أؤكد الحوار ديالها مع يعني تكلفة الحوار الذي تؤديه هذه الحكومة هي تكلفة باهظة جدا مقارنة مع الحكومات السابقة. اسمح لي نكون واضحين مع المواطنين، في الحكومات السابقة كانت عندنا اتفاقات تكلف 2-3 مليار ديال الدرهم كأقصى حد في الالتزامات السنوية. اليوم مع هذه الحكومة التزامات واحدة 13 مليار وزيادة في السنة ديال الدرهم. فلذلك تكلفة الحوار مرتفعة جدا بالنسبة لهذه الحكومة وحريصة على الوفاء بها. وأعتقد أنه الإصلاحات التي تحدث عنها الأخ بكل يعني حينما تحدث عن المقاصة وغيرها، هذه الإصلاحات هي التي مكنت المغرب اليوم من أنه يوسع دائرة التغطية الاجتماعية الرامد باش توسعت، بسبب يعني أنه لقينا هامش من من مما استخلصناه من موضوع المقاصة. هو باش اليوم كان برمجو ما يتعلق بالتنمية القروية، هو باش اليوم قررت الحكومة أن تفتح ملف التغطية الاجتماعية باش يشمل الجميع، التغطية الصحية أن تشمل جميع يعني الفئات المهنية، يعني حتى المستقلين من المهنيين، هي التي فسحت المجال باش نتحملوا يعني التغطية الصحية للطلبة، هي التي فسحت المجال لكي نتحمل مسؤولية يعني التقاعد بالنسبة للمهن الحرة إلى غيرها من القضايا الاجتماعية. أنتم تتحدثون هنا أستاذ جامع معتصم عن الحصيلة، واضح في المجال الاجتماعي. أستاذ جامع معتصم، أنتم تتحدثون عن الحصيلة الاجتماعية، ماذا عن الحوار الاجتماعي؟ لا. قمتم بإجراء قرابة 10 جولات من الحوار الاجتماعي، هم يقولون كانت عبارة عن دردشة وعبارة عن تشاور، ولم تتصف بالحوار بمواصفات الحوار الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون ثلاثي الأطراف، تحضره الحكومة والنقابات وأرباب العمل، ويتوج باتفاق جماعي ملزم للطرفين. أنا أقول لك بالنسبة لنا في سنة 2014 كنا قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق كان فيه الاتحاد العام لمقاولة المغرب وكانت فيه النقابات، وكان بالإمكان تصور لو أنه فتحنا من هذه الوقيتة فتحنا الإصلاح ديال التقاعد، كنا اليوم نحن الآن بصدد مناقشة الإصلاح الشامل وليس فقط إصلاح نظام المعاشات المدنية. مع كامل الأسف أي تأخر في هذا المسلسل الذي يؤدي الثمن للبلاد كلها، وطبعا الفئات الاجتماعية الهشة هي التي ستؤدي الثمن أكثر. ولذلك هذه الحكومة داكشي علاش كتحمل مسؤوليتها وكتبدا تخرج الحاجة اللي كتقتنع بها. إذا كانت النقابة تبحث عن أسلوب فالحكومة مستعدة لكي تجد أسلوبا مناسبا، ولكن لا يمكن أن تبقى محجورا عليها.
على أساس أنه ما يمكنش تنفذ حتى تتفق مع مع مع, مع النقابات. واليوم في الجلسة المقبلة إن شاء الله الحكومة منفتحة مستعدة. المطالب المعقولة اسمح لي غير وحدة ما نقولوهاش، ما يمكنش نقولوا اليوم أن النقابات تطلب الزيادة في الأجور بشكل عام 25%. هذا مطلب يعني لا ينسجم مع المنطق ديال اليوم ديال المحيط ديال الدول التي تعيش أزمات. المغرب الحمد لله استطاع أنه يتجاوز هذه الأزمات، ولكن بمجهود جماعي، بمجهود جماعي استطعنا أن نتجاوز هذه الأزمة. نعم أستاذ جمال، تستمدعني بجرة قلم الفرصة لإلقائك هنا في البلاتو، سأعود إليك بعد قليل. لم يبقى لنا إلا حوالي 6 دقائق، سأوزعها بعدالة بينكم. هذه الحكومة منفتحة عليها. نعم أستاذ خليل بن سامي، الحكومة اليوم تشتغل في الوقت بدل الضائع. أنتم تتحدثون ترفضون الحل، ولكن في نهاية المطاف هناك في سنة 2022 المتقاعدون لن يجي 400 ألف متقاعد لن يجد مستحقات تؤديها له الحكومة. هل أنتم في النقابة تخشون على شعبيتكم أكثر من خشيتكم على استدامة هذه الصناديق؟ لا بالعكس، ما يمكنش يكون التفكير من طرف نقابات مسؤولة. أنا تنشكر الزميل في النقابة اللي ذكرني بالاتفاق ديال 1996. ديك الساعة ما كانتش النقابة ديال الاتحاد الوطني للشغل المغرب ما كانش موجودة في ديك الفترة. هذا الاتفاق اللي كانت قادته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واللي كيرجع على الفضل في كونها أسات الحوار الاجتماعي الثلاثي بشكله اللي ولا معروف حاليا واللي كتحاول الحكومة تهدمه. أنا غادي نجاوب الأستاذ على واحد المسألة بسيطة، واش ممكن يكون الحل على حساب الضحايا؟ واش ممكن يكون الحل على حساب الضحايا؟ واش ممكن يكون الحل بديك الطريقة الغير مبتكرة والطريقة البليدة اللي غادي تكون بدات اللي كتسميوه الثلاثي الملعون؟ أنا غادي نجيك أستاذ غنقول واحد المسألة. لماذا دابا كيتكلموا تيقول لك حنا سيدي مستعدين سيدي داكشي اللي جابت اللجنة الوطنية، حنا مستعدين للحصيلة اللي وصلت لها اللجنة الوطنية لإصلاح صندوق التقاعد، مزيان، حنا مستعدين سيدي نناقشوا معاك داكشي اللي جاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. واش الاصلاح اللي اقترحت الحكومه تتماشى مع ذاك الحد الادنى اللي جاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللي رفضته النقابات المجتمعه وصوتا ضده كراي داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟ ابدا، تذاك السقف ما وصلش ليه ذاك المشروع اللي كيتم الحديث عليه. ثم انا عندي واحد المساله واللي هي خطيره جدا، ملي كتكلم على 13 مليار في السنه اللي مشات باش كدعموا بها الرميد وباش كدعموا بها الطلبه دابا وباش كتعطوا بها منح وكذا، الا فين مشات 50 مليار؟ راه من لحيتو كتلقم ليه، راك جوعتي واحد الجزء كبير من الشعب باش كتخطي شي لواحد شويه باش كتخدم الانتخابات. هذا راه تفكير ماشي سليم. حنا يعني كنهضروا موقع ديال المسؤوليه، ديال مسؤوليه وطنيه، عندنا تحديات كبيره ما كاينش اللي حاس بها قد النقابات والحركه النقابيه. وتنقولوا من هذا المنطق هذا ملي تتكلم لي على الرميد، مشات لي دابا 9 مليون اللي غتستافد من الرميد، واش كاين ولوج الخدمات الصحيه حقيقه؟ واش كاين السكانير في السبيطارات وفي المستوصفات؟ واش كاين الحد الادنى من الخدمه الصحيه موجوده؟ وملي كتقول 9 مليون كفى، لان غير كتقول 9 مليون ديال الناس اللي غتستافد من التغطيه من لا تغطيه لا، وكتعني بان عندك 9 مليون فقير على عتبه الفقر كتقولها، ولا زدتيها على 300 ألف طالب شغل في السنه، راك وليتي كتكلم على معضلات. راه كاين اشكالات حقيقيه في البلاد اللي هي اكبر بكثير، لانه ملي تنقول الاصلاح راه الاصلاح ماشي على مشاعر المواطنين. دعنا نقتصر على المطالب في الملف المطلبي، تطالبون بتحسين الدخل، باعفاء الاجور التي اقل من 6000 درهم من الضغط الضريبي، وكذلك بالتعويض عن العمل في المناطق الصعبه. دعني اخذ راي عبد الاله دحمان، ساعود اليك. دعني اخذ راي الاستاذ عبد الاله دحمان معنا عبر الهاتف. أنتم كيف تنظرون إلى هذه المطالب؟ هل تعدونها واقعية وموضوعية؟ بداية اسمح لي أن أوجه عتابا طفيفا لزميلي النقابي، لابد أن نرتقي بالخطاب النقابي. لم يبقى لنا الوقت للدخول في هذه التوصيفات، لم يبقى لنا الوقت، أرجوك أن تدخل مباشرة إلى صلب الموضوع. كيف تنظرون إلى الشغل بالمغرب؟ نقول أولا في موضوع التقاعد، نقول الحل يجب أن لا يؤدي تكون التكلفة فقط على حساب الشغلة المغربية. الأمر ماذا عن نقاط أخرى في الملف المطلبي؟ ودعني أتكلم يا أخي. تفضل. دعني أتكلم. لا يمكن مقاربة ملف التقاعد أيضا بمواقف سياسية وحزبية
جاهزة. الأمر الثالث أنا أقول أن الحل لابد أن يكون إرجاع من التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي وأن يسير جنبا إلى جنب مع المسار التشريعي. لابد أن نعتمد مبدأ التدرج حتى نخفف من 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 يعني من التكلفة ديال الوجع وديال الألم ديال إصلاح أنظمة التقاعد. الأمر الثاني لابد أن يكون أن تكون السيناريوهات ديال إصلاح أنظمة التقاعد مواكبة أيضا بإجراءات اجتماعية للتخفيف كما قلت من هذه الإجراءات في مقدمتها الدرجة الجديدة والتعويض عن العالم القروي وتوسيع الوعاء ديال التعويضات العائلية وغيره من الأمور التي يمكن أن تخفف من الألم والوجع ديال التكلفة ديال إصلاح أنظمة التقاعد. لا بد كذلك من حيث المنهجية أن يكون أي سيناريو لإصلاح أنظمة التقاعد يراعي تحسين المكتسبات ديال التشغيلات التعليمية مع مراعاة حقوق الأجيال. أقول لا بد أن نبتعد. أستاذ عبد الإله الرحمن عفوا على المقاطعة لم يبقى لك الكثير، أعطي الكلمة للأستاذ جامع المعتصم وبعده لضيفي هنا في طنجة. أستاذ جامع معتصم في كلمة موجزة، هل أنتم تلوون الإقبال على الانتخابات الشريعية بعد أشهر وفي غياب أي مكتسبات للشغيلة هل تدفعون الشغيلة مرة أخرى للعدول عن الاحتفال بعيد العمالي؟ أليس هناك مفاجأة سارة قد يعلنها عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة في يوم الثلاثاء المقبل؟ باختصار من فضلك. أنا أعتقد يعني اليوم ينبغي لكل طرف منا أن يتحمل مسؤوليته. الحركة النقابية ينبغي أن تكون مسؤولة وأن تكون واضحة. راه تكلمنا عن التقاعد، راه لم يقدم مقترح حقيقي لمعالجة الإشكالية ديال التقاعد ديال نظام المعاشات المدنية. والحديث على الأرقام التي تحدثت عنها ملي تكلمت على 13 مليار ديال الدرهم تتعلق بالحوار الاجتماعي، أما الراميد وغيرها عنده تكلفته مستقلة بشكل كبير جدا. الإصلاح سيتم في إطار تحصين المكتسبات، الحكومة واعية بأنه المكتسبات، وبالتالي خصنا نكونوا واضحين مع الناس، ما نبيعوش الأوهام للناس. ثم هذه الحكومة لو كانت تريد أن تبيع الأوهام للناس لا توقفت عن موضوع الإصلاح ديال التقاعد ومشات الانتخابات، لأنه فعلا بالنسبة قد تكون له تكلفة سياسية، ولكن الحكومة عندها مسؤولية حقيقية كتقول ما يمكنش نخلي هذا الصندوق يسقط وبالتالي الحقوق ديال الناس تضيع لأنه عندي سنة ديال الانتخابات. ماذا عن المطالب الأخرى باختصار؟ مطالب أخرى تحسين الدخل وفي نفس الوقت ماذا عن المطالب الأخرى غير صندوق تقاعد؟ المطالب الأخرى الحكومة كما قلت منفتحة على مناقشتها بشكل واضح. الأمور هي معقولة ومقبولة ومقدور عليها من الناحية المالية. ما يطلب الإخوان تكون المطالب ديالهم معقولة، إذا كانت هناك مطالب معقولة والحكومة قادرة عليها ستوفي بها. تحدثنا عن موضوع التعويضات العائلية، تحدثنا عن موضوع ديال إصلاح الحد رفع الحد الأدنى ديال التقاعد، تحدثنا عن الموضوع ديال فئة ديال المناطق التعويض على المناطق النائية وغيرها من الأشياء اللي الحكومة مستعدة لكي تجد فيها حلولا وتعطي فيها بدائل بالنسبة للنقابة. نعم أستاذ جامع المعتصم لم يبقى لي الكثير من الوقت، ثواني معدودات أعطيها للأستاذ خليل بن سامي. في حالة تشبث الحكومة بموقفها ماذا أنتم فاعلون؟ الحكومة حتى ولا تشبث موقفها احنا غنكملوا في حركة الاحتجاجية، ولكن كيف كيقول المثل الله يعطينا شي خصم يكون عاقل. احنا على العموم غتسالي حكومة بن كيران وغتجي حكومة أخرى والحركة النقابية غتبقى مستمرة وغدا تبقى وجهت. أنا عندي طلب واحد، ملفات حارقة. أنا في الملف المطلبي كنقول بأنه خص يتم التخفيف على الضغط الضريبي على المستخدمين وعلى الموظفين عموم الأجراء، لأن كنتحدثوا على واحد على أكثر من 800 ألف مستخدم، يعني كنهضروا على أكثر من 2 مليون ولا 3 مليون ديال العائلات. ثم هو باش نشجعوا الاستهلاك باش نشجعوا الطلب الداخلي، عندنا هذا هو الحل الوحيد اللي بقى. اما الطلب الخارجي عندنا اشكاليات كبيره وما يمكنش التنميه دار في المغرب الا ما كانش حاضره هذه الرؤيه هذه الاستراتيجيه والاقتصاديه لهذه الحكومه هذه. الا بقات مغيبه ملف التشغيل ومحيده فعرف بان الشيء الاخر كله هذا الشيء اللي كيدار كله راه غير درامات في العيون ومن اجل يعني اهداف انتخابيه يعني قصيره المدى، وهذا هو اللي خطير. على كل حال سننتظر يوم الثلاثاء ونرى ماذا في جعبه رئيس الحكومه عبد الإله بن كيران. لم يبقى لي الا ان اشكر ضيفي من الرباط عبر الاقمار الاصطناعيه الاستاذ جامع المعتصم رئيس ديوان رئيس الحكومه، وعبر الهاتف كان معنا عبد الإله دحمان عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و
وهنا في البلاتو كان معي الأستاذ خليل بن سامي عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. شكرا لكم جميعا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء.